السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتاتي، عسلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيات وفي صحة جيدة انتوما وناسكم وأحبابكم وكامل جملتكم إن شاء الله. حنوناتي اليوم إن شاء الله قررت باش ندير واحد الفيديو من نوع مختلف شوية على الجوالات وعلى البيع والشراء وداك الشيء كامل. حبيت نهضر لكم على واحد الموضوع مهم بزاف بزاف، هاد لي فيتامين انفا هاد لي كومبليمون اليمونتير اللي خديتهم مؤخرا، جربتهم انا في نفسي، يعني راني حاليا نشرب فيهم تاع الزنك بلس فيتامين سي. هذا هي على كل حال حكايته باش بديتو. حبيت من قبل ما نقول لكم هاد الحكايه نتاعو كامل، كنت تعبانه بزاف من قبل، وطبيبه يعني انا اللي طلبت منها، ما نكذبش عليكم، شفتو اون بيبليسيتي في لا تيليفزيون وشفت هكذا دار دي بتيت غوشيرش على الزنك، على النقص ديالو. الزنك هو واحد من المعادن الأساسية اللي تكون في جسم الإنسان هكذا، والنقص ديالو يدير بزاف صوالح، تكون انشوت في الشعر، دفارتين تاني كيش نقولو يخفافوا بزاف، يكون عندك تعب كتير. المهم انا مانيش طبيبه البنات، ما رانيش فارماسيان، يمكن لكم تكتبوا سور انترنت سور اليوتيوب ولا في جوجل ولا اكتبوا نقص فيتامين زنك تشوفوا كامل هذاك النقص ديالو. المهم يدير بزاف لي تروبل في لو كور، كما هو كما المعادن الاخرين كل واحد فيهم واش لي تروبل اللي يديرهم. المفيد انا حسيت روحي بزاف تعبانه، وقلت لكم مؤخرا بون كانت عندي انانيمي مازالني توجور فيها، راني مع لو تريتمون وشعري يطيح بزاف بوكو تشوز. كي رحت عند طبيبه، المهم قلت لها واش رايك لو كان ناخذ نعمل اون كور نتاع الزنك. قلت لها وشفت هذايا الزنك بلس فيتامين سي، جو مي سون فاتيغي سي ديرني طون اي تو، قلت لها حبيت لو كان نجربه واش رايك. قالت لي تقدري تاخديه عادي، يعني بلا افي تاع الطبيب عادي تقدري تاخدي اون كور، شنو ما تقعديش تشربي فيه دائما دائما. لا بواط البنات هاي اللي كيما راكم تشوفوا فيها شريتها 79000 هكذا، فيها 30 كابسول، فيها 30 حبه. دوك تشوفوا كيفاش دايرين لي كابسول من داخل. هذا بون تاع بيوماكس، تقدروا تقولوا لي سي دو لا بوبليسيتي غراتويت، صح سي دو لا بوبليسيتي غراتويت، ما انا ما يهمنيش انا لا في لابوغاتوار ولا في حاجه واحده اخرى. المهم انا حبيت نهضر لكم على تجربتي مع هذا البرودوي. البنات صدقوني صافي قريب شهر ملي راني نشرب فيها. دوك تشوفوا شحال من حبه قعدت لي، كل يوم ناخذ حبه واحده، يعني هاوليك تاخذي حبه واحده حبه تاخذي حبه واحده في النهار. هذه هي الزنك فيها 10 ميلي غرام، يعني 100% تاع واش تسحقي في النهار ديالك، والفيتامين سي فيه 250 ميلي غرام، يعني تاتاتي القيمه المرجعه من المغذيات. ما عرفتش فيتامين سي نورمالمون نقدروا ناخذوا بوكو بلوس كو سا. مفيد الزنك فيه 10 ميلي غرام 100% تاع واش تحتاجوا دون لا جورني. هذه هي مفيد البنات. انا قلت لكم كنت ناخذ كل يوم ناخذ حبه واحده، مازال ما كملتش لابواط ديالي، وللامانه راني ناخذ ثاني لو فير، راني ناخذ ثاني الدواء تاع الانيمي. صدقوني بالله يا البنات التساقط تاع شعري يحبس كومبليتوم. دونك اسكو لو فير اللي دار لي هكذا ولا الزنك هذا، على كل حال الزنك هذايا الحوايج ثاني اللي يديرهم هو انه يقوي الشعر والضفارتين هكذا، باش نكونوا متفاهمين، هذه حاجه معروفه. وحاجه واحده اخرى كي نشربو جو مي سون اون فورم، وحاجه اللي بزاف 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 امبورطون اللي علاج لها درت هاد لا فيديو تاع اليوم، اللي هي يا البنات انا ملي كنت صغيره نمرض بزاف بزاف بزاف، جو سوي اون بيرسون بزاف ممرضه، ونعمل بزاف هادو ما توسكي غريب لو غوم، يضربني الريح بالخف، نقعد كنقدر الكيماتيزور نمرض. شوفوا شحال بقى لي في لابواط، غير 5 حبات، ما خديت 25 حبه. نمرض بزاف وندير بزاف لي زانجين، بزاف 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 لي زانجين، اعزكم الله لي زانجين، لي زانجين اللي يجيو اعزكم الله مقيحين، ويعني حاشاكم فوالا. دونك صدقوني بالله يا البنات كي نحس روحي شتو كيبداوكم لي سيمبتوم في الدقيقه الاولانيه، تحسي هكذا بلي راكي رايحه تمرضي، جوك تعرفي روحك بلي رايحه تمرضي، يبدا اعزكم الله نيفكم يتبوشه، ولا يبداو تبداي عندك صعوبه في البلع ولا هاد الصوالح كامل، ناخذ حبه. صدقوني بالله غير تما يحبسوا لي سيمبتوم. هذا انا بور موا ديكوفيرت، انا بور موا هذا الشيء راهو حاجه كبيره وديكوفيرت كبيره. دونك البنات اللي عندها اي مشكل يقوي المناعه، صح يقوي المناعه، انا كونفيرميه لكم، انا جربته على جال هذا الشيء اللي درت لا فيديو، فريمون يقوي المناعه. البنات ننصحكم به بصح من قبل ما تاخذوه، اكيد شاوروا مع الطبيب ديالكم، تشاوروا مع الصيدلي تاعكم،
فوالا سي ان برودوي لي هايل هايل الزنك فيتامين سي قلت لكم تقدروا تاخذوا بوكو بيسكو سا زيدوا تشاوروا مع الطبيب والفارماسيان تاعكم نحبكم بزاف بزاف ما تنساوليش اللايك للفيديو و فوالا غرو بيزو اللي مازال ما دارت اشتراك واش راكي تسناي ونحبكم بزاف بزاف والسلام سلام, سلام.